حاجة حلوة على عينكم، يا أحلى خد في الدنيا. عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال يا رب. النهاردة بقى الفيديو المنتظر، فيديو المشتريات، الحاجات اللي أنا اشتريتها بقى وجهزتها تجهيزات رمضان. اشتريت شوية حاجات كده حلوين، قلت أفرجكم عليها ونشوف أسعارها مع بعض. طبعا احنا عملنا جولات كتيرة ورحنا الخيامية ورحنا درب سعادة ورحنا النزهة الجديد. أنا بقى كنت بخطف كل ما أنزل مكان أجيب لي إيه كام حاجة، فإيه قلت ايه طول الشهر كده خطف لي كام حاجه كده. زي ما انتم عارفين الاسعار مولعه نور، وربنا يعيننا بقى على الغلاء اللي احنا فيه ويعين الناس كلها يا رب. فقلت اخطف بقى كام حاجه كده من مشتريات رمضان وتجهيزات رمضان وزينه رمضان. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب. طبعا كلنا بنستنى رمضان من السنه للسنه. حسوني ده ملك زي كل سنه ولا فتره بتضحكي تضحكي على ايه ان شاء الله. عاصم بقى عايز اقول لكم هيتجنن كده ويعلق زينه رمضان، فانا قلت بقى اصور لكم مشتريات عشان نبدا بقى نعلق زينه رمضان ونفرش الشقه حاجات رمضان كده ونجهز. يلا بينا بقى نشوف اول حاجه احنا جبنا ايه، اوريكم بقى الحاجات اللي انا جبتها. جبت حاجات حلوه قوي. يلا يا ملاك بقى ورينا الحاجات اللي احنا اشتريناها، هنطلع حاجه حاجه كده بقى ونتفرج عليها. عايز اقول لكم انا جبت حاجات حلوه قوي تعجبكم باذن الله. اقول لكم واحده واحده. اه شنطه شنطه، لا هاتي شنطه شنطه. هنقول طبعا اسعارها اللي هفتكره لان انتوا عارفين ذاكرتي يعني الله يرحمها. يعني تعالى بقى نشوف جبنا ايه. بصوا بقى الطبق ده طبعا شفتوه معايا في درب سعاده. الطبق ده كنت جايباه حلو قوي للتسالي التقديم، برده شكله شيك قوي. ممكن نحط بقى فيه القطايف في الكنافه، كان فيه منه الشكل ده وكان فيه منه كذا شكل تاني. طبعا انتوا شفتوه، طبعا ما شافش الفيديو يخش يشوف الفيديو بتاع درب سعاده كان حلو قوي. الطبق ده كان ب 45 جنيه. الحمد لله افتكرت سعره. بصوا افتحوا خليكي انت الفتحه بتاعتي يا ملك، انا قعدتي جنبي ليه؟ بصوا شكله حلو قوي. اه بصوا بقى الاطباق الحلوه دي برضه دول من درب سعاده. الطبق ب 10 جنيه، ب 10 جنيه. خدي يا ملك امسكي معايا. بكر ده بكر ولا فنانيس؟ انت كنت مختار انهي طبق؟ الابيض. الابيض ده كل واحد مختار شكل. بص انا جبت خمسه على قدنا كل واحد طبق. الكيس فيه كام؟ سته بتهيألي. اه سته، سته ب 60، الواحد ب 10 جنيه. ده على شكل بكر، في منه الابيض، جبت كذا لون. بصوا جبت بودي وطمطم، وده بكر برضه، اثنين احمر وواحد ابيض وواحد بره. ما علينا، حلوين برضه دول بقى. نحط فيهم المخلل، نحط مثلا لو عامله بانيل كل واحد قطعتين بانيل كده، بتدي شكل حلو كده في رمضان واجواء رمضان. كل سنه وانتم طيبين. دول كانوا واحد زي ما قلت لكم ب 10 جنيه من درب سعاده. جبنا ايه تاني رمضان؟ بصوا بقى الدلايه دي، دي انا اللي اخترتها. اه دي ملك، اختيار ملك. ايوه اللي انت اخترتيه يعني، وانت اللي هتعلقها لنا بقى يا ملك. بصوا دي بالمعدول كده مكتوب عليها رمضان كريم. دي كانت ب 35 صح؟ اه 35. ما رضيش يفصل. دي كانت من الخيريه. بصوا عشان ايه اقول لكم على حاجه، كل ما يبقى معاكي قرش كده حيشي او اعملي حصاله. والله في واحده صاحبتي قالت لي والله يعني من زي دلوقتي كده او بعد ما رمضان يخلص على طول نجيب حصاله ونقعد نحوش فيها للسنه الجايه. عايزه اعمل معاكم الحكايه دي، تعالوا نجربها سوا كده ونعمل حصاله علشان بعد كده يجي علينا السنه الجايه نقوم ايه جايبين بيها حاجات رمضان. نبدا ان شاء الله مع بعض كده اول ما رمضان يخلص باذن الله نبدا نحوش عشان نشتري مشتريات رمضان وحاجات رمضان حاجه غاليه.
بص انا خطفت حاجه في حاجه بصراحه، يعني انا كل ما انزل مثلا اجيب لي حاجه عجبتني اقوم جايبها، احوش لي قرشين تاني انزل تاني لقيت حاجه عجبتني اقوم جايبها، فخطفت لي كام كده حاجه حلوه. ايه تاني؟ بص بقى العربيه الحلوه دي مش عربيه، عربيه فول. دي عربيه فول طمطم، ايه مستقبلك الفول حلوه قوي، قلت اجيبها احطها على الترابيزه بتاعتي دي كده في رمضان هنا كده واحنا بنفطر، شكلها حلو لان احنا انتوا عارفين انا جايبه عم جمعه في المطبخ، فقلت ايه اخلي دي هنا على الترابيزه شكلها حلو. كان في منها عربيه كنافه، وكان في ايه كان في كذا شكل منها هتشوفوه في الفيديو، انتوا شفتوه اكيد في الفيديو. كنت كانت كام دي؟ 25. دي كانت ب 25 جنيه، شايفينها؟ حلو قوي برضه، ممكن نحطها على الخامه في المطبخ على الترابيزه كده على السفره شكلها حلو. ايه بقى؟ لا امسكي بقى الشنطه كده عشان تفوت. بصي بقى المصرف ده حلو، جبته بقى للترابيزه هنا، قلت افرشه كده بقى واحنا بنبص، انا جبته مشمع عشان احنا هناكل عليه، فكان في قماش عايزه اقول لكم كان في اشكال حلوه قوي، بس انا جبت المشمع بقى علشان ايه لو اتوسخ نمسحه على طول ما يحصلوش اي حاجه. في منه اشكال حلوه، ده كان ب 35 جنيه. تعالى خليني الفول يا بابا، يا بسمه جايه الفول. كان في بقى منه مش عارفه هو واضح معاكم كده ولا لا؟ لا انت قومي يا مالك تمسكوني. لا بس تعالي يا اختي ارفعي كده. بصي شكله حلو، ارفعي لفوق كده هاتي الرسمه من تحت. بصي عليه بقى بكار و علبة بكار ورشيدة وكله زي ما انتم شايفين ده شكله حلو، كان في منه اشكال حلوه، كان في الاحمر وكان في البني. هطبق انا ماشي ده المفرش بتاع الترابيزه، حطي بقى هنا كده خلينا ده كده. ايه الصينيه الحلوه دي اللون برضه نكهه. بص الصينيه دي كام بقى؟ مش هتتوقع. بص شكلها حلو قوي، شكلها شيك جدا ب 15 جنيه. الملك اللي مختار اللون ده، انما انا مختار شكلها. دي كانت برضو من درب سعيدة، بص شكلها حلو. المفرش ده برضو كان من درب سعيدة مكتوب عليها رمضان كريم. في منها بقى أشكال حلوة، كان في منها البيضاوي والمستطيل ده، قلت بقى عشان أحط عليها كوباية رمضان كده. بص بقى جبت أطباق حلوة أوي برضو من درب سعيدة، بس عايزة أقول لكم إن الأسعار إيه مولعة والله، ربنا يعيننا بقى. الطبق ده ب 40 جنيه، عايزة أقول لكم إن هو كان من كام شهر ب 30، ده من يمين بس نوعه حلو ونضيف. جبت بقى كل واحد طبق كده حلو. برضه ملكة اللي مختارة الألوان، ملكت معايا اليوم ده واحنا في درب سعيدة. بصوا اتنين اسود اهو، اتنين احمر والواحد الاخضر ده جه ليه مش فاهمة انا، جاي غلطة بقى ولا جاي ايه؟ الواحد ب40 جنيه، قلت بقى نغرف فيهم كده برضه في رمضان شكلهم حلو. هاتي اللي بعده بقى. ايه رأيكم بقى في الحاجة اللي جبتها دي؟ ايه دي؟ دي الازازة اللي انت شبهت فيها. بصوا بقى الازازة اللي ملكة جابتها دي حلوة برضه عشان نعمل فيها العصير. بصوا حلو قوي بقى، نعمل فيها التمر الهندي ونعمل فيها الكركديه وعصير برتقال وعصير مانجا عشان انا شايفاه عصير مانجا. احنا محدش هيجيب مانجا يا ماما، مانجا ايه؟ بتتكلم في ايه دي؟ انت اخرك عصير برتقال. الازازه دي كانت ب 30 جنيه، قعدت احاول ان انا انزل فيها 25 جنيه ما رضيتش، في ده المصمم على 25، فقلت والله لا اشتري منها واحده بس ما رضيتش اكتر. انا ايه انا جايبه ازايز ازاز اصلا عندي بس شكلها حلو. هاتي بقى اللي بعده يا ملك. جبت بقى كوبايات من اي، ما عنديش مجبور للشاي بقى والكوفي ميكس لان كله اتكسر. عايزه اقول لكم ان احنا سارقين كوبايه من ايه؟ الكوبايه دي اللي حاطاها، الكوبايه دي عشان انا جايبه الكوبايه دي من اسبوع كده، لان انا قلت زي ما قلت لكم كده قلت اجمع فيديو المشتريات مع بعض، فالكوبايه دي جايبها من اسبوع، فاحمد خد واحده يشرب فيها الكوفي ميكس، ما رضيتش افتحها غير لما صور معاكي، هو خد واحده ونسيت احطها. الواحده العلبه كانت ب 25، جبت الاثنين ب 50. المطبخ استنى اوريه لكم. الواحده كانت ب 35 ب 25، 3 ب 25، جبت ال 6 ب 50. رجعين بقى تاني بس احط الكوبايات دي هنا. هاتي بقى اللي بعده. بص بقى المج ده جايبه ليا عشان اشرب فيه
كافي ميكس برضو. تعرفي انا عايزه اقول لكم ان انا مغرمه مجات، يعني اي مج كده عاجبني تلاقيني اشتريت مجات كتير وفي الاخر بيكسروها. مسكوا المجات يخسروها يدشدشوها بيت حته، مفيش حاجه هتعمر معانا والله. بصوا ده كان ب 40 جنيه. بصوا بقى المقشره الحلوه دي كانت ب 10 جنيه صح يا ملك؟ لا ب 20 صح؟ 20 ولا 10؟ مش فاكره. لا والله ما فاكره. كان مكتوب عليها سعرها بس اتمسح. بصي مقشره البطاطس عشان ما عنديش. او جبت مقشره الشيبسي دي ب 25 جنيه عشان اعمل الشيبسي بقى كده في رمضان. يعني بيحبوا قوي الشيبسي مع الاكل. عشان بتاعتي كانت مكسوره. جبت هرسه البطاطس والفول عشان نعمل بقى فول كده في رمضان. عم جمعه يعمل لنا الفول كل سنه وانتم طيبين. دي بقى طشه الملوخيه. بصي العسل دي ب 25 جنيه. عامل بقى فيها طشه بتاعت الملوخيه شكلها حلو قوي. عجبتني قلت اجيبها. شويه حاجات كده حلوين قلت لكم زي كل ما بنزل بخطط بقى كام حاجه في حاجه كده. كوبايات رمضان بقى عشان العصير كل سنه وانتم طيبين. ما عنديش ولا كوبايه والله ما عندي ولا كوبايه. كل الحمد لله يعني مكسرين كلهم. الشكل برضه انا اللي مالك اللي مختارنا بقى الليله الكبيره والشغل الحلو ده. بصوا دول كانوا ب 65 جنيه. حاولت انزل ل 60 ما عرفتش، انا خايبه جدا في الفزور. بصوا مش عارفه هي واضحه قدامكم كده. بصوا شكلها حلو قوي. قلت بقى عشان ايه للعصاير. استني بقى عشان الكوبايات ما تقعش عايزين نشيلها على جنب. يلا هاتي بقى. بصي بقى الحلوه دي، دي من النزهه الجديده جبتها من هناك. طبعا كل الفيديوهات دي انت شفتوها، يعني كل ما كنت بخش محل اصور فيه كنت بشتري كام حاجه المبخره الحلوه دي. بصي بقى قولي لي ايه رايكم. بصي شكلها حلو ازاي. هنا بقى بنحط البخور اهو. قلت بقى احطها كده في رمضان شكلها حلو، منها ديكور ومنها نعمل ايه نعملها مبخره نحط فيها البخور شكلها حلو قوي. كان في منها فنانيس وفيها عمو الراجل الكبير اللي بيجي مع فنانيس ده، بس ما كانش في منها اشكال تاني. الرسومات بقى كان في الجامع اللي هو الشكل ده وكان في اشكال تانية منه. طبعا اكيد شفتوه معايا في الفيديو اهو. بس شكلها حلو قوي. دي كانت ب 150 جنيه. حلو قوي. ورينا بقى. تعالوا بقى اوريكم القمر ده بجد جبته من بنوته على النت. يعني لو عجبكم هحط لكم اللينك بتاعها. بس ايه هوريكم الاول بعد كده اقول لكم. استنى. ستيكر للبوتاجاز بجد خطير. اشتريته من جروب من على الفيسبوك. جابهولي لغايه البيت بس حلو قوي. صحيح عايزه اقول لكم ان الخامه بتاعته حلوه قوي. قلت اجيبه بقى واحطه في رمضان. احطه على البوتاجاز كده يديله شكل حلو. بتكتبي بقى الاسم اللي انت عايزاه. افرضي يا ملك كده. عايزه اقول لكم ان الخامه بتاعته حلوه قوي. انا ما كنتش متخيله ان يطلع بالجمال ده. بجد حلو قوي. قلت برده مش هحطه غير في رمضان باذن الله عشان ايه يبقى شكله حلو. مكتوب عليه اسمي اهو زي ما انتوا شايفين مطبخ ميرو. لو انتوا عايزين بقى اي اسم تكتبوه عليه بتكتب لكم اللي انتوا عايزينه. الكتابه ببلاش يعني مش بفلوس. تختاري الشكل اللي انت فيه اشكال بقى من رسومات من ده اللي انت عايزاه. تختاري الشكل وتختاري الاسم اللي انت عايزاه وهي بتطبعه لك. بس عايزه اقول لكم انه حلو قوي في الغسيل. وهنجرب برده مع بعض لما نحطه على البوتاجاز. يعني هنعرف نغسله ولا لا، هيجوز مننا ولا لا. بس انا شايفه ان الخامه بتاعته حلوه قوي. بصوا ما رضيتش احطه والله غير لما اوريه لكم الاول. هنلزق طبعا وهنفرش حاجات من رمضان. انتظروا الفيديو الجاي بجد هيبقى حلو قوي. ده عاجبني قوي الاستيكر ده. عايزه اقول لكم بقى ان كان في عيب في الغرفه بقى. هي بتجيلي مقاس البوتاجاز لاربع عيون بتديكي مقاسه ده ليه سعر والست عيون ليه سعر. انا بوتاجاز اربع عيون بس طلع الاربع عيون مقاسه بيختلف فيه من بوتاجاز لبوتاجاز. فللاسف بتاعي طلع عريض شويه. الستيكر جاي يعني بصوا عايز 2 سم زياده. فده كانت مشكله بالنسبه لي. فهنحاول نعالجها بقى مع بعضينا كده نشوف هنلزقه ازاي. هي دي بقى المشكله اللي واجهتني في الستيكر. وجبت بقى فرع نور هوريهولكم. انا عندي كذا فرع شايلاه برده من السنه اللي فاتت بس ده جايباه عشان ما عنديش هنا. هحطه على الحيطه ورانا هنا في الصاله. انا جايبه للمطبخ برده ده فرع كان ب 50 جنيه جايباه من العتبه. لما نفرده بقى واولعهولكم كده هيبقى شكله حلو قوي. ده بيدي جايباه اصفر مش جايبه الالوان اللي هي اللي جايباه العادي خالص. كان في بقى اشكال فوانيس كنت جايبه السنه اللي فاتت الفوانيس. السنه دي جبت العادي خالص. في
بقى اللي هو اللي انتوا شفتوه معايا في الفيديو برضو، مصوره اشكال كتير بقى، فوانيس وجوامع وهلال ونجم وحاجات حلوه قوي. في ايه تاني يا ملك؟ اه ده 10 متر ب 50 جنيه. وريني بقى اللي بعده. اه شفتوا بقى ده من عند اولاد فتوح. بص بقى ده جبته عشان احطه برضو على الحته هنا، شكله حلو قوي، كنت جايباه من هناك من الخياميه عند صالح اللي هو في اولاد فتوح. طبعا اللي ما شافش الفيديو يخش يشوفه ويشوف الاسعار، كان عنده حاجات حلوه قوي. دياستي اهو، وبسنت بسنت ودياستي وبكار اهو. قلت بقى اجيبهم كده حاجات حلوه قوي شكلها حلو عشان ديكور بقى كده في الصاله، اعملهم اجواء رمضان. ايه رايكم بقى؟ الواحد من ده كان ب 50 جنيه بس، الصراحه لما خدت منه الثلاثه من غير انفصال، والله من غير انفصال ومن غير مفاصل معاه، اداني الواحد ب 40 جنيه. يعني ناس ذوق جدا. بصوا شكلهم حلو ازاي؟ بسنت وجاستي. مالك ما كانتش عاجبها دياستي وبسنتي؟ ما تعرفش بسنت وجاستي؟ في حد ما يعرفش بسنت وجاستي؟ عايزه بوجي وطمطم. ما انا جبت حاجات كتير لبوجي وطمطم طبعا حلوين، بس انا كنت جايبه كذا شكل ليهم، فقلت السنه دي اغير بقى اجيب ايه؟ بسنت وجاستي شكلهم عسل قوي. انا كنت بحبهم زمان وانا صغيره والله. في ايه تاني يا ولد؟ في اكبر حاجه. في حاجه تانية يعني؟ استنى نشيل دول. اه بص بقى جبت الصينيه اللي قلت ايه؟ عشان نحط عليها بقى الفطار السحور. ما عنديش صينيه كده، دي جبتها من درب سعاده برضه، افتح الكيس كده. دي كنت جايباها بقالي كتير بس برضه ما رضيتش اطلعها، قلت اشيلها عشان رمضان. بصوا مسكي كده يا ملا، دي ميلامين، بس الميلامين بتاعها نضيف، جبتها بقى عشان السحور عشان الفطار. كانش عندي صواني، الصواني بتاعتي باظت، فقلت اجيبها كده بقى حلوه كده للسحور للفطار. يلا كل سنه وانتم طيبين. دي كانت ب 200 جنيه، كنت جايباها برضه من درب سعاده بس. وهي دي بقى المشترات بتاعتي الحلوه، زي ما قلت لكم خطفت حاجه في حاجه كده لغايه لما جمعتهم والحمد لله يعني. وعملت بقى ايه؟ كان عندي طبعا حاجات من السنه اللي فاتت زينه وحاجات هنعلقها مع بعضينا، واشتريت بقى الحاجات اللي كانت ناقصاني بقى دول. وكل سنه وانتم طيبين، يا رب الفيديو يكون عجبكم. اللي لسه ما حطش لايك لحد دلوقتي قول لهم يا ملك حط لايك في العظيم دلوقتي، قول لكم حط لايك واشتركوا بقى في القناه عشان لسه اللي جاي احلى ان شاء الله، وباذن الله تشوفوا حاجات جديده وحاجات حلوه باذن الله هتعجبكم. اشوفكم بقى على خير ان شاء الله في فيديو جديد.